احباب مشتركي سبورانات، في الفيديو هذا ان شاء الله باش نخدم لكم مع التمارينات على العوامل المؤثره في الانحلاليه. اذا التمارين تضم موجين تلاميذ سنه ثامنه اساسي. نبدا بالتمرين رقم واحد. اذا نص التمرين، لدينا في الجدول التالي سبعه انواع من المحاليل، هما السبعه وسبعه تعريف. اذا مش نحاول نربط ما بين كل نوع من المحاليل بالتعريف المناسب له، فهمنا؟ نبدا بالمحلول الاولاني واللي هو المحلول المتجانس. تعريف رقم واحد، هو الذي تتوزع فيه المادة المذابة بشكل منتظم في جميع أجزائه ولا يمكن تمييزها، إذن هو المحلول المتجانس. إذن هذا هو تعريف المحلول المتجانس. فهمنا؟ هذا عبارة على سؤال نتاع معناتها درس. أوكي؟ المحلول هنا إذن المتجانس، نحفظ التعريف نتاعه، كيف تكون المادة بشكل منتظم ولا يمكن تمييزها. باهي؟ عدا للنوع الثاني واللي هو المحلول غير المشبع. اذا تعريف المحلول غير المشبع، لهنا عندي مجموعه من التعاريف لازمني نطلع منها المحلول غير المشبع. هل هو المحلول الذي تكون فيه نسبه كتله المذاب الى كتله المذيب كبيره نسبيا؟ لا. هو المحلول الذي لا يمكن اذابه المزيد من الماده المذابه فيه دون تغيير في درجه الحراره؟ ام هو الذي يقبل اذابه كميه اضافيه من الماده المذابه فيه دون تغيير في درجه الحراره؟ هل هي محاليل ناقلة للتيار الكهربائي مثل محلول ملح الطعام في الماء؟ يمكن تمييز أجزائه عند تفحصها بدقة بواسطة مجهر مثلا. هو المحلول الذي تكون فيه نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المذيب صغيرة نسبيا. إذا هنا يلزمني من بين التعريف دي نلوج على التعريف غير المحلول غير المشبع. إذا المحلول غير المشبع هو الذي يقبل إذابة كمية إضافية من المادة المذابة فيه دون تغيير في درجة الحرارة. إذا هذا هو المحلول غير المشبع. فهمنا؟ المحلول المركز. إذا المحلول المركز هو المحلول الذي تكون فيه نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المذيب كبيرة نسبيا. إذا هذا هو المركز. المحلول غير المتجانس، إذا يمكن تمييز أجزائه عند تفحصها بدقة بواسطة مجهر مثلا. فما بعض التعريف اللي تعرضتوا لها في السنة السابعة أساسي. المحاليل الإلكترونية، إذا عندي إلكترونية إذا فيها تيار كهربائي، إذا هي المحاليل ناقلة للتيار الكهربائي. إذا هذه هي المحاليل الإلكترونية. ولهنا عندي المحلول المشبع، إذا هو المحلول الذي لا يمكن إذابة المزيد من المادة المذابة فيه دون تغيير في درجة الحرارة عكس غير المشبع. والمحلول المخفف هو المحلول الذي تكون فيه نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المذيب صغيرة نسبيا. فهمنا؟ إذا عندي المحلول المركز وعندي المحلول المخفف عكس بعضه. المركز هو الذي تكون فيه نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المذيب كبيرة، ولهنا المخفف تكون صغيرة. فهمنا؟ دولوي لهنا يسمى وكونسنتري، هذايا كونسنتري وهذايا دولوي. باي. وعندي المحلول غير المشبع والمحلول المشبع بطبيعة عكس بعضهم، المتجانس وغير المتجانس. المتجانس هو الذي يعني قلنا لا يمكن تمييز أجزائه، وغير المتجانس هو الذي يمكن تمييز أجزائه. باي. عدى التمرين الموالي. نص التمرين، إذا كانت انحلالية كلورير الصوديوم في الماء عند درجة حرارة 80 لهنا درجة تساوي 40 غرام في 100 مللتر، فما هو حجم الماء اللازم لإذابة 40 كيلوغرام من كلوريد الصوديوم عند نفس درجة الحرارة؟ ماذا يحصل للمحلول عندما نضيف أكثر من 400 غرام من كلوريد الصوديوم في اللتر الواحد من الماء؟ التمرين هذا مهم على الآخر، تابعوني بالبداية وشوف كيفاش باش نخدم التمرين نتاعنا. إذا شنو عندي أنا في التمرين نتاعي؟ قال لي أن 40 غرام من كلوريد الصوديوم يمكن لها أن تذوب في 100 مللتر، إذا 40 غرام. لا اذا كلورير الصوديوم يمكن لها ان تذوب في 100 مللتر. فهمنا؟ هذا شنو معناته؟ ان لتر من الماء قادره على تذويب 400 غرام، هكا ولا؟ يعني 1 لتر من الماء قادره على تذويب 400 غرام من كلورير الصوديوم، صحيح ولا؟ لهنا من كلورير الصوديوم عفوا، لهنا عندي 40 غرام يمكن لها أن تذوب في 100 مللتر، شو معنى 100 مللتر؟ معنى 0.1 لتر،
معناتها 400 غرام. اذا لهنا يكفي اني نضرب، اذا لهنا عندي 40 غرام يمكن لها ان تذوب في 0.1 لتر. اذا باش نشوف على 400 غرام، اذا لهنا شنو العلاقه؟ هذه من 40 من 400 ضربت في العشرة، اذا يكفي اني نضرب هذه في العشرة، اذا 0.1 ضرب 10 يجيني 1 لتر، هي هذيك علاش عندي 1 لتر. إذن حاجتي ب 40 كيلوغرام من الصوديوم، من كلورير الصوديوم. 40 كيلوغرام معناتها قديش من غرام؟ 40 كيلوغرام اذا يساوي 40 ضارب 10 قوة 3 باش نلقى غرام، هكا ولي. اذا يساوي 400 ضارب 10 قوة 2 باش نلقى الغرام، هكا ولي. اذا لهنا باش تحصلت على 40 كيلوغرام، ال 400 هذه ضربتها في 10 قوة 2 معناتها ضربتها في المية، اذا يكفي اني 1 لتر نضربها في المية. اذا لهنا لتذويب 40 كيلوغرام من كلورير الصوديوم، اذا معناتها الحجم نتاع الماء، اذا لتذويب 40 كيلوغرام من كلورير الصوديوم اذا يلزم 100 لتر من الماء. تعدل السؤال رقم 2. نص السؤال: ماذا يحصل المحلول عندما نضيف أكثر من 400 غرام من كلورير الصوديوم في اللتر الواحد من الماء؟ نحن قلنا إنه 400 غرام تذوب في 1 لتر. إذا كان أنا زدت معناتها عندي عندي لهنا الكلورير متاعي، فهمنا؟ عندي بالطبيعة 1 لتر من الماء. ما حطيتش 400، أنا حطيت أكثر من 400. إذا شنو يزيد لهنا؟ شنو يصير؟ إذا لهنا المحلول متاعي يصبح مشبعا، إذا يصبح فهمنا؟ شنو معناتها؟ معناتها أنا باش نزيد أكثر من 400 غرام، ال 400 غرام باش تتحل في الماء، والباقي لهنا باش يبقى جسم غير منحل في الماء، فهمنا؟ إذا باش تبقى عندي أجسام لهنا غير منحلة في الماء، اللي هي المادة بتاعي اللي هي الكلورير الصوديوم عفوا، باهي؟ تعدى للتمرين الموالي. نص التمرين: أجب بصحيح أو خطأ على كل مقترح من المقترحات التالية. بحوزتنا كأس اختبار يحتوي على محلول مائي مشبعا بمسحوق ماء، في قاعه رواسب. إذا بالغنا في تحريك المحلول يصبح المزيج متجانسا. لهنا عندي صواب أم خطأ؟ بالطبيعة خطأ. إذا باش نعطيكم لهنا صواب أم خطأ، وبعديك الجواب الخطأ باش نرجع نصححو. وحدة قيس الانحلالية هي نفسها وحدة قيس التركيز، وهي كيلوغرام في اللتر. إذا خطأ لهنا. المحلول المشبع هو المحلول الذي يقبل إذابة المزيد من المنحل. إذا خطأ. الانحلالية هي التركيز لمحلول مائي لجسم منحل ماء. خطأ. ماء الجير هو محلول مشبع من الكالسيوم. إذا هنا صواب. إذا الإجابة رقم 1 خطأ. بحوزتنا كأس اختبار يحتوي على محلول مائي مشبعا بمسحوق الماء، في قاعه رواسب. إذا بلغنا في تحريك المحلول يصبح المزيج متجانسا. إذا فين لهنا الخطأ؟ الخطأ في يصبح المزيج متجانسا. إذا صلح. بحوزتنا كأس اختبار يحتوي على محلول مائي مشبعا بمسحوق ماء، في قاعه رواسب. إذا بالغنا في تحريك المحلول، نجموا تجاوبوا وحدكم. إذا بالغنا في تحريك المحلول تبقى الرواسب على حالها. نتعدى الجملة الموالية. وحدة قيس الانحلالية هي نفسها وحدة قيس التركيز، وهي كيلوغرام في اللتر. إذا وحدة قيس الانحلالية هي نفسها وحدة قيس التركيز، وهي جرام في اللتر. إذا الغلطة غاديكا جرام عفوا في اللتر. قلنا في مادة الكيمياء نخدمه بالجرام. الجملة الموالية: المحلول المشبع هو المحلول الذي يقبل إذابة المزيد من المنحل. إذا الخطأ في هنا في يقبل. إذا المحلول المشبع
هو المحلول الذي لا يقبل إذابة المزيد من المنحل. تعد الجملة الموالية: الانحلالية هي التركيز لمحلول مائي لجسم منحل ما. إذن الانحلالية، تعريف الانحلالية هي تركيز المحلول عند حصول الإشباع. تعريف تحفظهم كيف منهم، يعطيهمكم الأستاذ في الدرس وتحفظهم كيف منهم، فهمنا؟ إذن ماء الجيري هو محلول مشبع من الكالسيوم صواب. بعد نصلحكم التمرين الأخراني في السلسلة بتاعنا، أضفنا كمية من السكر كتلتها 55 جرام إلى دورق يحتوي على الماء حجمه 150 مللتر. نقوم بتحريك الخليط، نلاحظ أن المزيج بقي فيه رواسب صلبة من السكر. بعد ترشيح المزيج وتجفيف البقايا المترسبة وجدنا أن كتلتها 2 جرام. ابحث عن تركيز هذا المحلول المائي المشبع. إذا لنا السؤال هو باش يلوج على تركيز المحلول المائي المشبع. نركزوا مع بعضنا في المعطيات. أضفنا كمية من السكر كتلتها 55 جرام إلى دورق، إذا هذا هو الدورق متاعي، فيه 150 مللتر. نحاول ديما نعملوا رسم تقريبي. إذا حط فيه لنا 55 جرام من السكر، شنو صار؟ نقوم بتحريك الخليط، نلاحظ أن المزيج بقي فيه رواسب، إذا باش يخلط. بعد لنا محط السكر لنا، إذا المزيج بقي فيه رواسب، شنو معناتها؟ معناتها السكر مذابش يكون، إذا عندي بعض الرواسب بقيت لنا من السكر. بعد ترشيح المزيج وتجفيفه البقايا المترسبة وجدنا أن كتلتها، إذا هذيك اللي بقيت هي 2 جرامات. أبحث عن تركيز هذا المحلول المائي المشبع. شو معناتها 2 جرامات؟ معناتها الكتلة اللي ذابت لنا قداش؟ إذا M يساوي 55 إلا 2، هكا ولا هذه الكتلة اللي ذابت، سماها M أولي اللي هي 53 جرام. باهي، إذا توا باش نجي نلوج على لهنا التركيز. إذا يساوي M أولي على V، إذا M أولي اللي هي 53 قاسم V اللي هي 150 مللتر، معناتها 0.150 لتر. إذا باش نلقى النتيجة متاعي 353.33 كيلوغرام في اللتر. خاطر نحنا نلوجو على التركيز، بالطبيعة التركيز هي باش نلوجو على المادة اللي ذابت، بالطبيعة المادة اللي ما ذابتش ما عندهاش تركيز. هكا نكون خدمت لكم بعض التمارين البسيطة على العوامل المؤثرة إذا لهنا في الانحلالية. تابعوني على سبورانيت إن شاء الله باش نهبط لكم سلسلة من التمارينات في دروس القادمة.